خفيف مواضيع انت خفيف هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع انت خفيف ما هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف يا اخضراتي اهلا اهلا منى صباح ازيك ازيك انت يا منى صباح كويس عامله شفتني وانا متشيكه حلوه قوي هضلعك وححليلك بقك النهارده اوكي خلينا نرحب خلينا نرحب بكل مشاهدينا في كل مكان رب تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا وتنطلقوا معانا النهارده في 4 شارع شريف وحلقه مخصصه لاصحابي الصغيرين رب تتبسطوا فيها ان شاء الله معانا النهارده فارس رام منى الصباحي عامله لنا اكلات حلوه جدا جدا وبعد ما نخلص معاها عندنا هنروح الكلينيك او العياده لفقره هيرو بيبي مع استاذه دكتوره ايناس رأفت استاذ صحه الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري تغذيه كلينيكيه اطفال وزميل الاكاديميه الاوروبيه لطب الاطفال. بعد كده النهارده هنختم واغاني كلها خاصه بمولد النبي كل سنه وحضراتكم طيبين مع كورال صوت مصر بقياده استاذه زينب ابراهيم وفي مفاجآت كتيره لكل اصحاب الفنانين اللي هيكونوا معانا النهارده. وطبعا كمان النهارده خلينا نرحب باتوال واتوال فرع 4 شارع شريف واستاذ احمد طه قاعد منور وهيحللنا بقنا كمان شويه. ازيك يا احمد اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام منور الحمد لله تمام والله طيب منى ازيك؟ اهلا كل سنه وانتي طيبه بمناسبه مولد النبي عامله ايه؟ كله حلو ايه الشياكه دي؟ ميرسي كله لطيف الحمد لله ظهرك بقى كويس؟ هيبقى كويس. احب بقى الناس اللي كده احب الناس اللي كده حتى لو تعبانه او كذا او كذا بس هيبقى ان شاء الله كويس. ايه الحاجات دي يا منى؟ ميرسي. ايه ده؟ ده ديك رومي محشي. محشي ايه؟ محشي تفاح. لا هي أروبة محشي تديك تفاح؟ اه. وايه ده؟ ده محشي بصل. محشي بصل وايه الرز الغريب ده؟ ده رز بكبد وكلاوي. I love it. طب عايزه تبتدي بايه؟ هنبدا بالديك. بالديك رومي؟ اه. يلا المقادير. يلا بينا. خدوا بينك الكروت ما ادوهالكيش؟ لا لا ادوهاني. يلا. المقادير يا اولاد. مقادير عندنا صدر ديك رومي ونص كيلو تفاح مبشور وعندنا بصلايه مفرومه ونص كوبايه زبيب ونص كوبايه مكسرات مشكله ومعلقتين كبار زبده ومعلقه كبيره مستردة ومعلقه كبيره صلصه طماطم ملح وفلفل وعندنا حبهان وقرف خشب وجوزة الطيب. اوكي. اول حاجه هبدا بيها هي الحشوه وهستاذنك تسيح لنا الزبده في الميكرويف. حال حاضر انا هاخد منها معلقه واديك الباقي. فين الزبده؟ ادي المعلقه اللي انا هاخدها. اوكي سيبلي بلاستيك الباقي نسيحها. اوكي الحشوه يا سيد شريف. ايوه يا مكونه من البصل والتفاح. احسن تفاح نستخدمه هو التفاح الاخضر لانه اولا مش مسكر زي الباقيين وثانيا بيمسك نفسه. بيمسك نفسه وما بيتهريش خالص. قبل ما الطاسه دي تسخن انا هوريك ازاي هنحضر صدر الديك الرومي اللي هنحشيه. صدر اهو هنقلبه وبعدين احنا عايزين ايه نفتحه فهنيجي من تحت الفيلي كده نعمل خط خط كمان خط كمان خط كمان يبقى حته واحده كده ورقه صفحه كده بالظبط نفتح كده صفحتك بيضه يا رب ان شاء الله ان شاء الله كده اهو كده اهو بس اصبح جاهزا للحشوي
وانا هروح بقى اغسل ايدي مطرح هذا الديك. تديك الزبده خالص. تسلم ايدك. احطها فين؟ احطها هنا. نشيل الحته دي وانا هروح اغسل ايدي مطرح هذا الديك وارجع تاني. ماشي روحي بس ما تاخريش. اوكي انت ايه اخبار الزبده عندك ساحت؟ احمد ما تجيب لنا حاجه نحلي بيها كده. تحت امرك انا الاثنين. انت نفسك في ايه؟ انا بحب الحمص. الحمص وانا بحب السمسم. تحت امرك. عندنا السمسميه وحموسيه. هتلاقي الحمصوميه الصغيره بتاعت البنات والستات عشان اللي قلنا الروج ما يروحش. حاضر يا نايل. روج انت عارفه ما انزلش من غير روج ابدا. انت عارفه ابدا. طول عمرك انيقه. بصي اسوال بقى عامل عندنا فرع هنا اهوت. اتفضل يا فندم بالف انا. النبي انت جميل. الله يخليك. ربنا يهنيك. الله يكرمك يا فندم. الله هيحلينا بقنا. ايه راي حضراتكم؟ اتفضل اتفضل. بصي يا حبيبي. ثانك يو. بصي دي صغيره انت متعودين اصل البتاعه دي بتكون ايوه صح سواري. دي ازاي الجاتول سواري؟ مش عارفين انا ما عنديش ضوافر. ولا انا. استنى تعالى نقصها بالنص. لا انا فتحتها فتحتها. سيبنا الاكل وهناكل. انا بقى بموت في البتاعه دي السمسميه دي. نبعد عشان انت قلعتي الكمامه. انت عارف مش ناشفه. تانية بتكسر السنين انما دي كويسه. ناعمه. دي كمان نفس الكونسوم. انت كويسه؟ دي كلاسيك معمول النبي. ايه كنت بتجيبي عروسه؟ لا ما حضرتهاش انا العرايس دي. لا والله؟ عمرك ما جبتي عروسه؟ لا ما شفتهاش اصلا. ما شفتيش عروسه المولد؟ لا. استني هجيب لك عروسه. ماشي. بصي عاملين ايه العروسه تجنن ازاي؟ بالشوكلت. مش عارفه شكل عروسه المولد؟ بصوا اتوال عامل عامل لنا بلوت كده. عامل عروسه المولد صغنطوطه كده زي المصاصه شوكولاته. لطيفه قوي. وبين الناس هدي لك واحده وانت ماشيه. وفي حصان. عروسه حصان وكده مولد بقى وكده كل سنه. طيب هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ نعمل الحشوه بتاعت الديك. نعم. احنا سيحنا الزبده على النار هنحط عليها البصل والتفاح الاخضر المبشور سواقيها طبعا في الهواء وهنحط عليهم الملح والفلفل والبهارات. ادي الملح شويه كمان ملح فلفل اللي كنت بحبه اي متعلق بمولد النبي. عارف في فنان مصري اسمه حلمي التوني كان عامل كتاب تلوين كده كنت بحب الون عروسه المولد قوي فيه. نحط قرفه ورق لورا حبهان جوزة الطيب. جوزة الطيب طبعا دايما 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 فين مبشرتك؟ هنا؟ موجوده اهو اهي 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 بحبها قوي. بتاعتي حطها على الثلاجه عشان ايه ما تروحش مني بالمغناطيس. والله؟ ده في كده؟ اه اهي تلزق على الثلاجه. هتشوفها لك على الثلاجه. نحط الزبيب والمكسرات. عندنا هنا لوز وبندق وفستق وكاشو نت. وايه؟ لوز وبندق وفستق وكاشو نت. بجد؟ اه. عاملين حلاوه المولد بكاشو نت. يا سلام. الله دي بتبقى جميله. ماشي خدها الوائل بيحب قوي الكاشو نت. احمد. ايوه. عايزين البكاشو نت. هنغلبك معانا بقى ما انت اللي جيته هنا فتحته عندنا في الشارع. تحت امرك. هتاخدها لجوزها. يا خرابي جاب لك واحده كبيره. اتفضل. الف هنا. ايديك. العفو عليك. دي الوائل. ايوه. شكرا. حطها لك اهو. ماشي. والحشوه دي انا هحطها تبرد. ممكن تجيب لي طبق عشان مش مفروض اوطي بس. شكرا. ممكن تفضي فيه بقى الحشوه دي؟ والله هي كده خلاص؟ اه. بصي يا جوهري اهي اهي يا جوهري. شفتي يا جوهري؟ والله انت اللي جميل وطيب وامين. الطحينة كلها؟ اه. ما في؟ اوكي. ممتاز. هتنامي على الديك؟
لا هحشيها بقى كده. مليه مليه. ايوه انت المدرس الجديد. ايوه انا المدرس الجديد. انت ضليع في قواعد اللغه العربيه زي ما تضليع في قواعد الجرجير والفجل. كان واخواتها. مش الحشوه دي برد. بجيب لك اسباتشور كبير تغرقي بيه ولا انت عايز ملعقه؟ لا عشان ملعقه. الحشوه دي ايه بقى؟ الحشوه دي المفروض انها بردت. ها دي مش سخنه. حاطه فستق؟ اه فستق وزبيب ولوز وبندق. اكلها بقى مش عايز اقول لكم. البيت دي اكلها ايه؟ فظيعه. طبخه بريمو درجه درجه اولى. والزبيب كمان. طب احنا عندنا ناحيه مهربده وناحيه ايه بنت حلال. تقول لك شيف منى ولا طباخه منى؟ ولا قصه منى؟ بص في ناس متعنطزه وتقول لا انا مش طباخ انا شيف. ايه يعني؟ ما شيف يعني طباخ. ما بالظبط. ايه العيب في كده يعني؟ بالظبط ما بشوفش ابدا يعني غضاضه في الموضوع بصراحه. طب انت ايه تفضلي ايه؟ يعني انا قلت لك دلوقتي يا طباخه منى. ماشي. ولو انا طباخه فعلا. منى. لا قصه دي كبيره قوي عليا. انا لسه ما بقتش قصه. يعني ده لقب كبير. اه طبعا امال ايه؟ طيب الكوافير ده دي كلمه فرنسيه. ايوه صح. كوافير. بالعربي المزين. مزين. صح؟ انا شايف انها لا حاجه لطيفه قوي. اه مش حاجه. وزي برضو الحلاق بتاع الرجاله الحلاق. مش الكوافير الرجال اسمه حلاق رجال ومزين للسيدات. ايه المشكله؟ لازم نقولها كوافير. كوافير. بيوتي سنتر عادي يعني. عقد 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 وكلاك يا ما حصلتش. ربنا يعافينا. اه يا رب يا اختي يا رب. انا بقى ايه حلف من الناحيه المهربده عشان في الاخر يبقى اللي باين الناحيه الايه البنت حلال. هتربطيها الهربيت دي كلها؟ لا مش هربطها والله. مش محتاج. اه مش محتاج. تخش الفرن. هتخش الفرن. اه بس هنعمل لها دهنيه بس. بتقعد كام ساعه؟ لا ابدا ده هي ساعه واحده بس. مش ده شيء خالص. بس كده هنغرقها بقى بالسمنه. هنحط الزبده ونحط عليها مستارده شويه صلصه تديها ايه لون. لا لا وكاتشب ده ولا ايه ده؟ لا دي صلصه. شويه مستارده وشويه صلصه يدوا لون وطعم كده اهو. وندهنها على سطح الديك الرومي. طبعا الديك الرومي ناس كتير بتنشفه عشان بيكونوا قالين ان هو يكون لسه ما استواش. في بص بقى انا شخصيا مش بحب احط زبادي وكده علشان بحس ان هو بيهري. انما الطريقه ان هو يطلع طري ولكن غير مهري ان احنا نعمل له محلول ملحي ننقعه فيه. ننقعه في ميه وملح ليله. ف عايز اقول لكم قريب كنت عامل كرول برنامج عشا عندي في البيت كلهم. وكنت قلقان من البيت دي. بس كنا طابقين في البيت. قلت بقى البنت دي بتفهم. هما كلهم الشيفات بتوعي هنا بيفهموا. بس بقى من كتر ما عجبها قالت لي مين اللي عمل الاكل ده؟ لازم اروح اشكره. ايوه لا طبعا انا غرفت ثلاث مرات على فكره. الله اكبر ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لا كان جميل كان تحفه بصراحه. جوه بقى جوهري جوهري بيقول لي ورق العنب كان حكايه كان حكايه. كان خطير كله كان حلو. عارفه عشان ماسك مش مايه. مرقه يامي. خلاص بقى. يدخل الفرن. نخش الفرن؟ نخش الفرن على 180 لمدة ساعة. يلا يطلع زي اللي غارفينه هنا. ايوه. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ احنا ناخد فاصل. يلا بينا. في الفاصل نقعد ناكل شوية من اتوال حلويات. وبعد كده نرجع لكم مرة تانية هنعمل ايه؟ هنعمل البصل محشي. يلا بينا فاصل يا ولاد. أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. يا لسه انا ممكن اقعد كده ساعة. ما عندناش وقت. رجعنا لكم مرة تانية مع منى الصباحي. هنعمل البصل المحشي ومقاديره كالآتي. اتفضلوا. عندنا كيلو بصل، كوبايتين رز مصري، كوباية كبدة، بهارات مشكلة، وربع كوباية زبدة. دي حاجة سهلة خالص. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. هو قد يبدو ان هو مكلكع انما هو في غاية السهولة. البهارات البهارات قلتيش البهارات؟ قلت البهارات مشكلة. قالت البهارات مشكلة. اه بص بقى يا سيدي، هنا القوانص سلقناها في مية. ماشي خليها كده على جنب عشان هنسوي بالمرقة بتاعتها دي المحشي. يعني ودي دي هنا هناخدها بس هنعمل هنا الأول الرز.
رز في دي؟ اه رز في دي. هنحط زبده كتير. كلها؟ كتير كلها. كتير يلا اهو. اه ماشي. وبعدين حطينا فيها الكبده. استني 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 بس. ماشي. سيحها شويه. انا احب قوي الاكل اللي بعمله بالزبده. انت عارفه انا قلت لك الاسكالوب فانيه بعمله بالزبده. يا سلام بتحمره بزبده؟ اه اه يا قلبي. ليه ليه ليه؟ تقيل. لا بس انا بصراحه بجيب بيجيبوا لي زبده رايقه بقى. سمنه فلاحي الفلاحين. اه تجنن. اه قول سمنه بقى مش زبده. لا سمنه. حط ده. الزبده بتحرق. حط ده. لو زبده بعمله بتحرق اصلا ما بسيبوش قوي كمان. اوكي. طيب احكي لهم انا عملت البصل ازاي قبل ما انت تشوح لنا دي. البصلايه يا استاذ شريف ادينا كده سكينه صغيره من اللي عندك. اهي بصلايه مقشره. انا نقيت بصلايه تكون عاليه ما تكونش مفتوسه مش مبططه. اوكي. فالبصلايه دي كبيره عاليه مش واطيه ومزعرره يعني. هجيب السكينه بعد ما اهو قشرناها. والمهم ان تحت هنا شلنا الجدر كله يعني هنا ده كله ما فيش جدر خالص. هجيب السكينه وهعمل خط داخل لجوه كده اهو. وهعمل خط تاني جنبه يطلع ايه ودج كده جناح. اه يطلع جناح. حد يتعور. بقت البصله عامله كده اهو. هنجيب بصلايه دي ونحط عليها ميه مغليه. ها ونسيبها مش على النار يعني. دلقت عليها ميه مغليه وغطيتها وسبتها. بقى شكلها عامل كده اهو. الورق اهو بيسيب من بعض بكل سهوله عشان الفتحه اللي احنا عاملينها دي. نطلعها كده من بعض واحده واحده. مش هتتقطع ولا يحصل اي حاجه خالص عشان هي مش هتستوي زياده عن اللزوم عشان احنا ايه ما عدناش سلقناها في النار. امسك نفسك. ممكن بقى ايه تحط لنا الرز على عليه. على الكبده دي كده كده كله. اه كله كله. والبهارات اللي عندك. هي بتفرقع كده دي. الورق ده بقى هنلاقي عندنا اهو كده ورق صغير كده اهو ورق كبير. الورق الكبير ده هنقسمه على اتنين. اعرف منين ان هي كبيره تستاهل اسم على اتنين لما ادورها كده تلف لفه ويفضل كمان حته. انما لو ما كملتش اللفه والحته يبقى ما ينفعش الفها اقطعها. ماشي تمام. حطيت لنا البهارات مع الرز والكبده. اه كلها. ايوه دي كلها. انت عملتي جوز الطيب؟ مبشور فيها. اه مبشور فيها. الحله دي بقى اللي محطوط فيها القوانص. ادلقها هنا؟ مش كلها بقى يعني بس اتسقي كده بق بق. ايوه. ده ايه الشطاره دي يا استاذ شريف؟ مش سهل انا برد خالص خالص. بصوا بقى همسقي. ايوه تمام. حبه حب كده. حلو قوي كفايه كده. بس لا بتتكلمي بجد؟ اه بس كده. احنا لسه هنسوي بقى المحشي في مرقه. اه ماشي. نحط الملح. ممتاز ممتاز ممتاز. مش حشي المحشي قوانص؟ مش أيوة. قوانص قصدي كبد وكده؟ اه كبد وقوانص الاثنين. ما هي القوانص في المرقه. حلو قوي. حلوه جدا. تاني مرقه ولا لا بس خلاص كده هتهلنا بقى عشان ايه نحشي البصل. معلش. ايتوكي. هنمثل انها لا روحي هناك روحي هناك اهو. اهي الحشوه دي خلاص بردت. نجيب معلقه ورق البصل اللي احنا فرفطناه من بعده ده مش عايزاه صح؟ اه. وهاخد معلقه كده. اتاكد ان انا خدت معاها كبدايه. دي اكيد طعمها يجنن البتاعه دي. خطيره. مش معقول يعني بجد. احلى من المحشي اللي بالخضره والطماطم. فظيع. وانت تقفل كده اهو وجنبها بقى وتخش الفرن. لا مش هتخش الفرن. ما دي ايه. هنجيب بقى ايه هنرصهم جنب بعض جنب بعض جنب بعض. نجيب كده شويه من المرقه. سهل جدا الكبشه. وبعدين نسقيهم. وتحطهم اه على نار هاديه خالص 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 خالص. ممكن طبعا عايز يحطهم في الفرن يحطهم يعني بس انا بسويها على البوتاجاز بصراحه. وبص الميه بقى يا استاذ شريف ما تغرقش المحشي. دي لغايه نصه؟ اقل من نصه كمان تلته من ربع لتلته. حاجه بسيطه خالص ونغطي كويس قوي. ونغطي دي؟ اه. بيقعد قد ايه على البوتاجاز؟ نص ساعه. هيطلع زي ده؟ اه وهيمسك بقى نفسه القشره هتمسك على الرز. تجنن.
ميرسي منى صباح. شكرا. على الاكل قولي لنا كده انت عملتي ايه النهارده؟ النهارده عملنا صدق رومي محشي وعملنا محشي بصل. الله عليك. ميرسي نورت كل سنه. طيب طيب بقول لك ايه، انا عندي النهارده اطفال شاطرين. تمام. هتديهم حلويات طبعا عينينا. هتوزع طبعاً لهم حاجات طبعا، هيغنوا اغاني كلها اغاني المولد، بس يغنوا الاتوال كمان. هتغني كله منور. طيب احنا بنشكر منى الصباحي على الريسيبي اللي عملتها النهارده او الاكل اللي عملتها النهارده. خلونا بقى نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم فقره هيرو بيبي مع استاذه دكتوره ايناس رأفت، استاذه صحه الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري واستشاري تغذيه اكلينيكيه اطفال وزميل الاكاديميه الاوروبيه لطب الاطفال. خليكم معانا لو سمحتم. طفلك هو أجمل قصة حب بتعيشيها، بدأتيها معاه من قبل ما حتى تشوفيه وتديله اسم. وأكيد حبك لطفلك ده بيخليكي مهتمة بيه جدا جدا. عشان كده إحنا عندنا في أربعة شارع الشريف مخصصين وقت كبير من الفقرات عندنا لصحة الطفل، عشان دايما أطفالنا لما صحتهم الجسدية هتكون كويسة أكيد صحتهم الذهنية هتكون كويسة. فهنشوف مواطنين صحتهم كويسه في المجتمع يقدروا يبنوا ويقدروا ينتجوا ويقدروا يكونوا اسر صحتها كويسه. وفي بعض العادات الغذائيه اللي هقول عليها المتوارثه ممكن تكون بعضها ايجابي وممكن كتير منها يكون سلبي، وللاسف احنا مش بنبقى عارفين نميز الايجابي من السلبي. ممكن الام تقول اديله كذا وحماتها تقول لها اعملي كذا وجدتها تقول لها احنا كنا متربيين على كذا وكذا وكذا، وبرده بنبقى مش عارفين ده هيفيد الطفل ولا مش هيفيده، وممكن ما يفيدوش ويعملوا مشاكل في المدى البعيد. ده كله هنعرفه النهارده من خلال فقره هيرو بيبي. وخلونا نرحب بالطبيبه اللي معانا النهارده، استاذه دكتوره ايناس رأفت، استاذ صحه الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري تغذيه اكلينيكيه اطفال وزميل الاكاديميه الاوروبيه لطب الاطفال. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. منور عندنا في الشارع. ده نوركم والله، نور الشارع. ميرسي يا شريف. بنشكر هيرو بيبي انه بيعرفنا على اطباء مصر المحترمين اللي زي حضرتك. اهلا وسهلا بيك. نبدا كده يا دكتور في الاول، العادات الغذائيه المتعارف عليها في البيوت المصرية وبقول عليها موروثة وساعات منها بنعتبرها بعض بيعتبروها طقوس لازم نديها للبيبي، وبيبقوا مش عارفين دي ليها تأثير إيجابي ولا مش إيجابي على الطفل. والله انت يعني فتحت موضوع مهم جدا بالنسبة لنا في التغذية. أوجه كلامي للأم حديثة الأمومة طبعا، اللي هي حبيبتي بتبقى أول مرة ما عندهاش خبرة، وزي ما أنت قلت في المقدمة هي بتسمع حد يقول لها حاجة وحد تاني يبتدي يقول حاجة وهي بتبقى مش عارفة. أول ما تولد بعدها بفترة صغيرة بتبتدي الآراء تنهال عليها، ده ابنك صغير، ابنك مش بيكبر، ده ابن خالته أكبر منه، بنت عمته أكبر منه، ويبتدوا يعني يتباروا بقى في النصايح. ده أنت اديله حاجات بقى تغذيك، لبنك مش مغذي، ابتدي ادي ميه رز، ابتدي ادي اعشاب، ابتدي ادي حلبه. ودايما يقول لك ايه، ادي ميه رز عشان الواد ينفش ويبقى ملزلز وخدوده حمراء وحلوه. طبعا معلومه خاطئه تماما مع احترامي، لان يعني حط من الاول كده قاعده نمشي عليها بقيه البرنامج، انه زي ما انت قلت في حاجات قديمه، العلب نفسه بيتطور كل يوم. صحيح. وبالتالي لازم نحترم ان ممكن يبقى عندنا موروثات بس خاطئه، يبقى لازم نتقبل ان احنا هنصلحها. انا لما بعمل الكلام ده أنا لغيت اللبن اللي هو كله فوايد مهمة علشان النمو، عشان الهضم، عشان اللي هو لبن الأم، اللبن الطبيعي. طبعا طبعا. فطبعا لا يستبدل في الست شهور الأولانيين بأي حاجة خالص غير الرضاعة، لأن هي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيها كل الاحتياجات اللي الطفل عايزها في الفترة دي. طب وإحنا بنتكلم كده، تعالي نقسم مع بعض عمر الطفل، هنقول من زيرو لست شهور بالظبط، هنقول رضاعة طبيعية، بس في بعض الأحيان ممكن الأم تضطر إنها تدخل لبن تاني.
هنيجي بقى للجزء التاني. احنا قلنا في 6 شهور الاولانيين خلاص احنا متفقين لبن، مفيش ميه رز، مفيش اي حاجه خالص. نيجي عند 6 شهور، المفروض الست شهور ده رقم كريتيكال شويه. المفروض ان الرضاعه رضاعه طبيعيه مطلقه لمده 6 شهور. من ضمن الموروثات اللي حضرتك بتتكلم عليها يجوا يقولوا لها، يجوا لي بقى الامهات في العياده شهرين ثلاثه بيقولوا لي دوقيه لحسيه، ده هو عنده شهرين اكليه. يس يا ستي، الرضاعه الطبيعيه المطلقه. دلوقتي الجسم سبحانه وتعالى يا شريف ربنا خلقه اوركستر كامل كله بيكمل بعضه. ربنا خلق الجهاز الهضمي يهضم خلال 6 شهور اللبن اللي نازل. لما حضرتك دايما اقول للام تبتدي تديله اغذيه صلبه او سمي صلبه نص صلبه، هيحصل ايه؟ ما يقدرش الجهاز الهضمي يهضمه، هتلخبطيه. اللي بيحصل الشكوى بقى المتكرره، ده يا دكتور ما نامنيش طول الليل، ده عنده مغص، ده بطنه منفوخه، ده عنده انتفاخات، لان احنا ما مشيناش صح واحنا ما التزمناش بالرضاعه الطبيعيه المطلقه. طب الرقم 6 شهور ده جه ليه؟ جه لانه المفروض ان الطفل يبتدي يكون قاعد وابتدى يبقى ماسك نفسه وراسه اتكونت والنمو كله ابتدى يتكون، وبالتالي هو ريدي ان انا ابتدي اديله اكل زي ما هنشرح بعد كده بالتفصيل. يبقى الست شهور دي اجتمعت عليها اغلب الجمعيات العلميه العالميه WHO والجمعيه الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال، وقالت علشان كده انه الست شهور ده الفيصل، ما اقدرش ابتدي اكل قبل 6 شهور. الحقيقه في شويه ديبيت هنا في المنطقه دي، في ناس بتقول 4 في ناس بتقول 6. الجنرال انا عن نفسي مش قبل 6 شهور، خلينا مع الاغلبيه طبيعيه مطلقه. الاربعه دي ليها حالات خاصه بيحددها طبيب الاطفال مش الام نفسها يعني، ونبقى ملتزمين تماما. في حاله بقى ما كذا كانت الام مثلا عندها اي ظروف بتعوق الرضاعه الطبيعيه برضو باستشاره طبيب الاطفال مش من رايها الخاص، يبقى لما نيجي يبقى الاختيار بتاعي على طول مش الاكل قبل 6 شهور، رضاعه طبيعيه، او نلاقي تركيبه لبن تكون فيها عناصر طبيعيه مستوحاه الى حد ما من لبن الام. ده قبل 6 شهور بقى احنا 6 6 لا رضاعه طبيعيه، خلاص رضاعه طبيعيه كامله. بعد 6 شهور هنبتدي ناكل. انا بتكلم انه قبل 6 شهور احتمال لو الام مع يعني عندها مشاكل مع الرضاعه، مع الرضاعه ومش قادره تردع، ما اقولش طب ادي ميه رز وادي مش عارفه ايه، لا بندي تركيبه لبن للست شهور الاولانيين فيها حاجات الى حد ما تقرب من من اللبن بتاع الام. يبقى دي الست شهور، احنا في الاول قلنا 6 شهور رضاعه طبيعيه مطلقه، وابتدينا بعد الست شهور لو هندخل الاكل هندخل الاكل بالترتيب وبنظام معين. طيب خليني اسال حضرتك، في اول 6 شهور لو زي ما حضرتك قلتي اضطرينا ندخل لبن مكمل ويبقى شبه لبن الام الى حد ما، نختاره على اساس ايه وازاي؟ دلوقتي ايه العناصر اللي المفروض تكون فيه؟ العناصر الثلاثه دايما اقول للام، انا مش مجرد ان انا عايزه ابني يدخل ويكبر في الحجم، لازم عندي نمو بيمشي بارلل ومتوازي مع النمو الجسماني. اللي هو ايه؟ لما اجي انقي فورمه او انقي لبن او انقي لبن اطفال لازم يكون في ايه، او النمو عموما محتاج مني ايه؟ محتاج انمي جهاز المناعه. جهاز المناعه بتاع الطفل ده اللي هو كل حاجه، الشكاوي المستمره، احنا دلوقتي في السيزن اللي هو بين الصيف وبين الشتاء وتغيير الفصول، ده يا دكتور على طول تعبان، ده على طول بيخرج من دور بيدخل في دور، ده على طول قبل ما اخلص كورس العلاج يكون بياخد التاني. ما هو انت في حاجه اسمها نيوكليوتيدات. اسمها ايه؟ نيوكليوتيدز او نيوكليوتيدات. دي خاصه بتنميه جهاز المناعه. لو انا ما اخدتهاش، دي موجوده اوريدي في اللبن الطبيعي، في لبن الام الطبيعي. لو انا نقيت فورمه مش موجود فيها ده، زي ما احنا هنقول يعني انت دخلتنا بدري شويه، كنت عايزه يعني اشرح الكلام ده. اشرحي زي ما انت عايزه. يعني احنا قلنا الاولاني بالموروثات بتاعته خلاص خلصنا منها، التاني هنلتزم برضاعه الطبيعيه لغايه 6 شهور ونبتدي ناكل بعد الست شهور. بعد من 6 شهور لغايه سن سنه بتبتدي تدخل اكل بالتدريج، وناخد بالنا هناخد بالنا من شويه حاجات، ان برضو من ضمن الموروثات بتاعه اللبن في الست شهور دول تيجي مره واحده وتروح داخله باكل كميه كبيره وانواع كامله وكميه مهوله، ما ينفعش. احنا لازم لما ندخل ندخل بطريقه معينه. اوكي. بمعنى ندخل ازاي بعد 6 شهور؟
دخلي صنف واحد خضار او فاكهه، ولما ندخله ندخل على 3 ايام كل يوم حاجه صغيره. تقولي لي يا دكتور ما ممكن يكون بيحبوا ياكل كميه كبيره. في حاجه اسمها حساسيه بتيجي من الاكل يا شريف. دلوقتي لو انا اديت كميه كبيره مره واحده او اديت ميكس انواع مع بعضها، مش هقدر احدد للام انهي. انا ما اقدرش احدد كدكتور، ولا هي تعرف غير لما الطفل ياكل، وبالتالي نقدر نحط ايدينا على النوع اللي عمل له حساسيه يبقى استبط ووقف. فانت تجرب كل حاجه لوحدها لوحدها، مش سلطه على بعض، ما تدخلش بجروب كده مره واحده. وزي ما بدرج في الكميات وبدرج في الانواع، لازم ابتدي ادرج في القوام. الاكل ده فن، يعني انا ما اجيش لطفل بيبي بقاله 6 شهور بياخد لبن، واجي اول ما ادخل بعد 6 شهور اروح مدخله ايه؟ اكل صلب ناشف. لازم وازاي هيتعامل؟ لازم كله بيوريه. لازم بندرج حاجه اسمها تدريج في القوام. يعني ابتدي الاول في الخلاط فتره صغيره قوي في الاول شورت، وبعد كده ابتدي بلندر اكسر الاكل شويه، وبعد كده اهرس. وبعد كده ابتدي عندي فتره بقى مهمه جدا عايزه الام تنبه تاخد بالها منها قوي، من 8 ل 11 شهر. الطفل ده موروثاتنا، أكل وهو نايم وأكل وهو مش، لا غلط. ده لازم ابتدي هو خلاص هيبقى ابتدى يقعد لوحده، بيبي تشير بتاعه العالي الهاي تشير يقعد عليه ويبتدي ياكل، وتعوديه يبتدي ياكل، ونبتدي نخلي من هنا تبتدي الرابطة بين طفلي وبين الأكل بتاعه تزيد. ازاي؟ أنا عايزة أنمي كل الحواس وخلي عملية الأكل دي عملية مترابطة ببعضها. لما بدي لابني حرية حركة إن هو ياكل، هحط الطبق اللي انت حضرتك هتحطيه، ودايما اقول لها نقي حاجات تكون الوانها مثيره، هو بيحب الالوان. هيبص على الالوان، انا نبهت النظر. هيقرب بايده ويحاول يقرب من الطبق ويمسك، دي حاسه اللمس، هو مسك الاكل بايده، قياس بايده. ابتدى يقربها من بقه بالتدريج، شم من المناخير، حاسه الشم، انت بتشغلي كل الحواس. ابتدى يدوق جزء صغير، حاسه التذوق، ابتدى يمضغ، ابتدى يبلع، بس كام حاسه مع بعضها. صحيح. الكلام ده مهم جدا، ده من 8 ل 11 شهر بالظبط. هو 12 شهر ده جزء من نسيج البيت، زي ما هنقول دلوقتي هيقعد معانا وياكل. فانا وانا بالتدريج بعوده على الحاجات دي، انا نميت الحواس دي كلها، وخليت علاقه ابني باكله علاقه وثيقه جدا. أوكي. وفيها حب. طيب عدينا السنه واحتفلنا بعيد ميلاده بالظبط، هنعمل ايه؟ السنه بقى فيها موروثات خاطئه عنيفه جدا. الأم عندها يعني إحساس خاطئ كده إنه كبر وبقى يعني بيبي كبير زيه زي إخواته. أنا خارجة ما عملتش أكل، ناكل جانك، ناكل أكل من بره، ناخد همبرجر بقى، بيتزا، مش عارف إيه كده، كل الحاجات دي. طبعا الأكل ده خاطئ بكل المواد اللي حافظه، خاطئ تماما. تاني موروثة عندي مش مظبوط بعد سن السنة، اللي هو اديله لبن بقري لأن هو كبر. أنا بس هنا ليا تحفظ شوية على اللبن البقري. مشكلة اللبن البقري إن هو فيه عناصر غذائية مهمة جدا ناقصة تماما. لبن البقري ما فيهوش حديد خالص. الحديد ده هو المسبب الرئيسي لحاجة عندنا اسمها أنيميا نقص الحديد، تظهر في ولادنا في المدارس، ودي مليانة كتير جدا. إحنا في مصر رانكد من يعني أعلى النسب في العالم، أنا عارف، للأسف الشديد فوق 40%. واللبن البقري أحد أهم الأسباب المسببة لأنيميا نقص الحديد. في الحقيقة لأن الناس ما كانتش تعرف المعلومات دي غير مؤخراً. فأنا بأكد على الحديد. صحيح. مش موجود في اللبن البقري. وفي حاجات كمان ناقصة فيه. ده هو ما فيهوش النيوكليوتايدز اللي اتكلمنا عليها من شوية، الخاصة بتنمية جهاز المناعة. ما فيهوش فيتامين د، والأوميجا 3 و6 للعالم كله بيتكلم على أهميتهم. صحيح. وما فيهوش ألياف البريبيوتكس الخاصة بالهضم. طب دكتور احنا النهارده بنتكلم عن تغذيه الطفل، وحضرتك قسمت لنا وقلت لي كميه كمان معلومات انا اول مره اعرفها، وسهلتي للام حتى الطريقه من اول لما تدي له الاكل في الخلاط وبعد كده البلندر وبعد كده المهروس. فانا بشكرك على الكلام ده لان اول مره انا كمان اسمعه، فاكيد في استفاده كبيره قوي من الامهات اللي شايفينها دلوقتي. بس قلنا ان احنا محتاجين ولادنا وبناتنا يبقى صحتهم كويسه واكلهم يبقى فيه عناصر غذائيه متكامله، وخصوصا عشان ما يبقاش فيه انيميا، عشان يبقى فيه ذكاء اكتر، عشان فيه مناعه طبيعيه، علشان راحه الجهاز الهضمي. فعايز اتكلم معاكي برضو عن لبن هيرو بيبي نيوترا ديفنس 3، نبتدي نحطه في اي مرحله من كل اللي احنا قلنا ده؟ هو احنا بقى لما نيجي ندخل الادفايس، الهيرو بيبي ميتر ديفنس بيدخل معايا في التقسيمه بتاعه تفهيم او تصحيح المفاهيم الخاطئه اللي احنا قلنا عليها. أيوة. من الاول خالص
احنا قلنا لما باجي في 6 شهور الاولانيين رضاعة طبيعية مطلقة 6 شهور اتفقنا، وقلنا ان لو في اي ظروف اي ظروف للام يبقى هتحتاج ندي لبن. انا بس عايزة اقف وقفة بسيطة واقول بلاش الترم بتاع ندي لبن صناعي، خلينا نقول ندي لبن اطفال. ندي لبن اطفال فيه العناصر اللي احنا محتاجينها علشان النمو الجسدي وعلشان النمو العقلي والذهني بالأوميجز وعلشان ننمي المناعة وعلشان الجهاز الهضمي. الفترة الست شهور الأولانيين لو هي مش بتردع طبيعي يبقى أنا أنصحها تاخد الفورمة بتاعة الهيرو بيبي نيوترا ديفنس 1 نمرة 1. يا جماعة بالأرقام 1 يعني 6 شهور الأولانيين، 2 بتغطي 2 ل 6 شهور، 3 فوق سن السنة وهنشرح ده بالتفصيل. لا لا عيديهم لي تاني الأرقام كده معلش. هي نفس الفورمة بس هي عشان تواكب التطور في النمو بتاعة الطفل. فأول 6 شهور هي نفس الفورمة هيرو بيبي نيوترال ديفنس 1 المقصود بيها المرحلة العمرية الأولى أول 6 شهور في حياة الطفل اللي هي كده المرحلة العمرية الأولى مقصود بيها كده من من 0 ل 6 دي مرحلة العمرية الأولى. بعدين التاني من 6 شهور لغاية سنة 2 2 6 شهور دي المرحلة الثانية 12 شهر. ثلاثة بقى اللي بتغطي معايا من 1 من 1 اللي هي دي من 1 لثلاث سنين دي ثلاثة من 1 لثلاث سنين يعني المرحلة الثالثة ثالثة. فهي واحنا بنقول الأرقام الخاصة بهيرو بيبي دايما الأرقام دي المراحل الخاصة بعمر الطفل. فعندنا المرحلة أولى مرحلة تانية مرحلة ثالثة. ثالثة دي معناها إن هي بعد سنة سنة صحيح كده؟ عشان الناس تبقى مستوعبة وفاهمة. طيب في معلش حاجه برضه يا دكتور بما ان انت عامله النهارده ايه تقولي لي كده كلام كتير جديد بالنسبه لي في واحنا بنتكلم عن العادات الغذائيه الخاطئه تاثيرها السلبي بيكون على حاجات كتيره قوي مش بس على وزن الطفل يمكن ده بيبان في المدى البعيد بالظبط زي ايه يعني لو قلنا انيميا ايه بص حضرتك يعني انا دلوقتي الام اللي هي مش بتاكل خضار وفاكهه ومعودتوش طفلها عليه في الفتره الاولانيه الحاجات دي يا جماعه مليانه الياف طبيعيه وفيتامينز واملاح معدنيه خاصه بالمناعه. وقت زي اللي احنا فيه دلوقتي ده زي ما بقول حضرتك الاطفال من دور لدور ومن دار عشان مفيش مناعه. كلمه مفيش مناعه دي من الاول لو انا كنت منتظم على اني اكل الحاجات اللي مليانه فيتامينات واملاح معدنيه زي الخضار والفاكهه كانت المناعه بقت احسن. دلوقتي المامز اللي انا عماله اقول لها من فضلك لازم نعود الولاد ان احنا ناكل مرتين في الاسبوع سمك طبعا ولو نقدر ندي مكسرات. الحاجات دي مليانه بالاوميجا 3 والاوميجا 6. اوميجا 3 واوميجا 6 ده الشغل الشاغل بتاع العالم لان ده اللي بينمي القدرات الذهنيه والادراك والتحصيل الدراسي بتاع الاولاد والقوه البصريه. برضو السيزن اللي احنا فيه بتاع المدارس تلاقي الشكوى بتاعه الام جايه تقول لي يا دكتور ما بيركزش خالص انا طول اليوم عماله احفظ فيه ونعمل مع بعض الهوم ورك ونيجي بكره ولا كانه فاكر حاجه خالص. دي قوات عقلية أنا بنميها مع النمو الجسدي. لما أجي للأم دي وأقول لها من الأول خدي بالك وأنت بتأكلي ركزي معايا على الحاجات اللي فيها ألياف طبيعية. كتري بروكلي، ادي له قرع عسلي، ادي برقوق، ادي تفاح. الحاجات دي كلها ألياف طبيعية بتعمل إيه؟ بتزود حركة الأمعاء وبتخلي الجهاز الهضمي صحته جميلة جدا بتبقى يبقاش فيها. يعني اللي أنا عايزة أقوله إن أنا الأكل بجانب الدور المعروف المنوط به ان هو تنميه جسديه للطفل لا ده انا لازم انمي معاه مناعه صحيح وانمي معاه قدرات عقليه وانمي معاه جهاز عصبي. بشكرك بجد الله يخليك يعني النهارده قلتي لي كميه معلومات هائله يا رأي واعتقد اكيد متاكد ان كتير قوي من الامهات اللي بيشوفونا دلوقتي في مصر والوطن العربي استفادوا من كلام حضرتك فانا بشكرك نيابه عنهم. هو في اخر حاجه احب اختمي بيها اختم بيها انه الطفل بعد سن سنه لان دي خطا فادح احنا قلنا خلاص ان احنا اللبن البقري مش هنستخدمه بعد سنه وان احنا ناخد بالنا من الطفل ده ما بقاش ادلت ولا حاجه ده لسه طفل. حببيه دايما ليا مقوله اقول للام تغذيه دي ارت اوف نيوتريشن فن التغذيه حببيه طفلك اللي عنده سنه ونص سنتين خديه معاكي السوبر ماركت ويجيب طماطم حمراء ويجيب خيار اخضر ويجيب الوان وانت بتوقفيه يغسل معاكي الحاجات دي اعملي الباول السلطه على الاكل قد ايه هو هيحب ياكل اللي هو شارب ونقاه لما يقعد معانا نحط قوي 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 حته ان احنا الاكل ده حاجه محترمه بمعنى ان هو له مواعيد
الصبح انا بفطر والظهر بتغدى وبالليل بتعشى وسناك. هياكل 5 يا دكتوره بكميات صغيره قوي على قده. يحترم ان هو ياكل من غير تلفزيون مفتوح، من غير موبايل عليه جيمز وهو عمال يلعب. الاكل لازم يركز ويشوف ويقطم زي ما احنا قلنا ويشم ويمضغ ويمضغ ويبلع ويحس كل القصه دي. صح. اخر حاجه بختم بيها للام، عزيزتي الام، لو سمحتي بلاش العنف يكون مصاحب للاكل. صحيح. عنف لفظي او عنف بدني او اعاقب طفلي علشان ما اكلش، واحترم شهيته، هي اللي بتحدد الكميه اللي هياكلها. ولازم تبقي عارفه انه ممكن يوم ياكل وممكن يوم لا. كل اللي احنا عايزينه انه تغذيه سليمه هتؤدي الى نمو افضل وحياه طبيعيه. بشكرك قوي، نورتيني بجد. شكرا ليكي وشكرا لهيرو بيبي ان حضرتك كنت ضيفتنا النهارده معايا. ميرسي، ربنا يخليكي. بشكر استاذه دكتوره ايناس رأفت، استاذ صحه الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري التغذيه الكلينيكيه للاطفال وزميل الاكاديميه الاوروبيه لطب الاطفال، على وجودها معانا النهارده. خلونا بقى نشوف فاصل ونرجع كده. عندنا حفله حلوه قوي واطفال صغيرين وشباب اصواتهم هتعجبكم قوي، عاملين شو يجنن. خليكم معانا لو سمحتوا. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف.
لا جامد. ايه ده؟ انتوا شكلكم ما اتغديتوش وعايزين تتغدوا، جايين عندي تتغدوا. خلوني النهارده ارحب كده ترحيب كبير بكورال صوت مصر بقياده مايسترو زينب ابراهيم على وجودهم معانا النهارده، والنهارده الاغاني كلها خاصه بمولد النبي. كل سنه وحضراتكم طيبين، ومعايا النهارده بنات كلهم احلى من بعض، صوت راقي جدا وكلهم كمان شخصياتهم حلوه قوي. مش كده ولا ايه؟ اقول؟ اقول ولا ما اقولش؟ اقول؟ اقول؟ اقول ايه؟ انت عايزاني اقول ايه يا خبيثه انت؟ طيب فين روان؟ روان وائل؟ انت؟ سقفوا لروان. روان وائل دلوقتي هتغني لنا اغنيه سولو، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. ممكن انت تقفي مكانها؟ بعد اذنك؟ ايوه كده. جاهزه؟ هتغني ايه؟ قلبك حنان يا نبي. انت كنت ناسيه ولا ايه؟ انت عندك كام سنه؟ 15. اهلا بيكي. يلا نسمع الاغنيه دي وبعديها في مفاجاه ليكوا كلكم. خلاص يلا مزيكا. قلبك حنين يا نبي، وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل اعصابي. قال لي النبي انا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان وليد، صلى عشانه ركع عيدين وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه بنستغربه، ومن الحقيقة بنهربه، سيدنا النبي بيت الصبي وكل ليلة بيلعبه. دمع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملايكة من ايديه. البحر دم يا دموع ونادى المحبة الفروع، يا رسول حنان آخر زمن تبكي الصحابة من الخشوع. للحب ناس طيبين ومهما بعدوا قريبين، من غير معذرة بالعباد ينده لهم قلبي الحزين. من الحب ليه بنستغربوا، ومن الحقيقة بنهربوا، سيدنا النبي بيت الصبي وكل ليلة بيلعب. الله، اوبا. روان انت صوتك غير طبيعي في جماله وما يبانش عليك. انت قلتي لي عندك كام سنه تاني؟ 15. شاطره في المدرسه؟ اه قوي قوي، زي ما صوتك حلو كده. انا فخور بيكي بصراحه. شكرا. طيب مين قدوتك في الغناء؟ نفسك تبقي زي مين؟ ام كلثوم وتامر حسني. بس الاثنين عكس بعض، انا الاثنين بحبهم قوي، بس الاثنين عكس بعض. ما زي ما في القديم في الجديد. طب انت حافظه حاجه للست ام كلثوم؟ اه. حافظه ايه؟ بعيد عنك. تغني لي كوبري صغير منها؟ اكيد. سقفوا لها جامد قوي قوي. ايه التسقيف ده؟ جامد. ايوه كده. يلا اتفضل من غير مزيكا، اتفضلي. بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، مانيش غير الدموع احباب، معها بعيش بعيد عنك، غلبني الشوق وغلبني غلبني غلبني، ولين البعد دوبني
ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد عنك. الله، عزمة على عزمة على عزمة، نورتيني. اتفضلي بقى مكانك، وما دام انتوا شاطرين زياده عن اللزوم كده فانا محضر لكم النهارده انا والرعاه اللي معانا في البرنامج هدايا كتير. تعالي، انت اسمك ايه؟ فاطمه. ازيك يا فاطمه؟ سقفوا لفاطمه. ايه رايك في الحاجات دي؟ جميله جميله. عارفه همتو بيعمل حاجات كتيره قوي، مش للصغيرين بس، للكبار والصغيرين، عشان انا كمان بحب ايه الحاجات بتاعته. نفسك في ايه من العربيه دي؟ شاوري على اللي نفسك فيه. ها، من دول؟ في دول. طب انت عارفه دول بيعمل اني لون؟ بصي في الوان قد ايه. نفسك في اني لون؟ اختاري اللون اللي انت عايزاه. الاورنج. اوكي، طب بصي كده عاملك مفاجاه. بصي ايه ده، حلوه دي ليكي، حلوه مبسوطه. شفتي همتوا بقى عنده حاجات حلوه ازاي؟ وكل واحده فيكم وهي ماشيه هتاخد كيس من همتوا. تعالي يا وانتي كده نشوف في الكيس في ايه. بصي بقى يا ستي، في ايه ده؟ ايه ده من همتوا ده؟ ده ايه؟ بيج همتوا. وهنا في همتوا، وده برضو بونبوني بالفراوله. وهنا في الشوكولاته اللي معاها الستيكس. اوكي، وفي هنا هوت البيضه بتاعت همتو المشهوره قوي قوي قوي. وفي هنا اهو كل ده حاجات جايبينها لكم. وهنا في الستون الخاصه بهمتو، الميلك شوكليت. وفي هنا هوت اللبان. ايه رايك؟ مبسوط؟ سقفوا لهمتو بقى. كل واحده فيكم وهي ماشيه هتاخد كيس من دول، وانت هتاخدي الكيس زيهم ومعاهم دي عشان انت اصغر واحده فيهم. تعرفي تشتغلي مذيعه ولا ما تعرفيش؟ طب ايه، هشغلك مذيعه دلوقتي وهقول لك تقولي ايه بالظبط. هتقولي ناخد فاصل ونرجع لكم مره تانية. يلا امسكي. بس هتبصي عند ايه؟ عند امك. امك يلا ناخد فاصل ونرجع لكم. قولي كده هتقوليها ازاي؟ ناخد فاصل ونرجع لكم. ايوه يلا بصي له بقى. ناخد فاصل وهنرجع لكم. برافو شاطرة. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. الله 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 الله. قعدت بقى أنا كده ومستر وميسيس بينجو نفكر النهاردة جاي لي بنات شاطرة كلهم أصواتهم حلوة وفنانين، نعمل ايه بقى؟ قلنا نفتح بينجو أربعة شارع شريف ستور عندنا ونشوف بقى ايه هدية كده، ايه نلخبطهم. انا عايز الخبطهم عشان هم شاطرين، بس انا عايز الخبطهم. فطلعنا اللعبه دي بينجو، اللي هي لعبه البينجوين، بينجوين بورد جيم. مين عارف البينجوين؟ اتنين تلاتة. ايه ده، مش كلكم مش عارفين البينجوين؟ ايوه. طب البينجوين ده حد عارف بيعيش فين بجد؟ فين؟ قولي. نورث امريكا. نورث امريكا؟ حتة الساعة اللي بتبقى فيها ايس وتلج. مش في الساوث؟ لا في الساوث. في الساوث. هو مش في ساوث امريكا، هو في 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 المح في ال في ايه القارة في المتجمدة اللي تحت خالص دي، صح؟ مش فاكر اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ لا دي مش موجودة أصلا، أنت أنتاركتيكا دي مش موجودة. لا، في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي، هو بنلاقي بقى في البينجوين والوايت بير اللي هي الدب الأبيض والحاجات دي. طيب بصوا بقى، بما إن أنا ومستر وميسيس بينجو النهارده عايزين نلخبطكم، فجبنا لكم اللعبة دي فيها 16 بطريق ومركب زي الموجة اللي تحت العالية دي، وهنلعب بقى وافهمكم ايه اللي بيحصل. جاهزين؟ جاهزه؟ طب خدي امسكيها من دلوقتي عشان انت بتحبي تاخدي كل الحاجات تحطيها في حضنك كده. طيب لما هتفتحوا العلبه، انت اسمك ايه؟ امسكيها كده في ايديكي. ها؟ لما اسمك ايه؟ فاطمه. لما هتفتحوا العلبه دي يا فاطمه هتلاقوا فيها القطعه دي الزرق دي اللي هي اكنها موجه. هي هتهنى يا استاذ جوهري لو سمحت اهي.
وهتلاقوا 16 بينجوين اهم، وهتلاقوا المركب الحلوه دي عامله زي المركب بتاعت القراصنه. هنبصوا جوه هنا في ايه، في زي حته كده قبه صغيره كده، وهنا في الكوره دي، هنحط الكوره دي مع القبه دي هتبقى كده اهو. خلاص بصوا لو دوست كده دوسه صغيره هيحصل ايه، هتقعد تتمرجح. وهي بقى ايه لازم ايه نحافظ على توازنها، وممكن انفخها كده هتدف. خلاص طيب هنجيب بقى البينجوين، المفروض ايه نشاء يعني كل واحد يمسك بينجوين ويحطه ونشوف المفروض المركب ما توقعش. تعالوا كده نجرب اهو، هنحط هنا ومفروض ايه كل واحد يحط بينجوين لوحده، ما نحطش الاثنين مع بعض. طيب انا هبتدي هحط بينجوين هنا اهو، وبينجوين هنا اهو اهو، وبعدين هجيب اثنين تانيين ونحط بينجوين هنا اهو وبينجوين هنا. احنا اللعبه دي بتعلمنا التركيز وان احنا نخلي الحاجات متوازنه، فهي لعبه مهمه جدا ومهمه جدا للكبار والصغيرين. انا شايف ان دي لعبه الاسره كلها تلعب بيها، الاب والام مع اولادهم، مش حاجه للاطفال بس. نحط واحد هنا بينجوين اهو، هتقع سقفوني. كم واحد كده؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ناقص لسه كتير. وآدي تيجوا نجرب نحط هنا في السطح واحدة هنا لا بلاش استنى، لا نحط الأول إيه هنا اهوت واحد كده. وبعدين نفسي احط، تيجي نحط واحد فوق هنا لا بلاش لا بلاش 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 لا ما يا فاطمه اصبري يا فاطمه، نحط واحد هنا وواحد هنا. ها ادي واحد لا بس المركب ما وقعتش، دي برضو حاجه مهمه، بس هي ما هي هتغرق. اعيد لا. طب تعالوا ايه نجرب ايه، نحط مثلا ايه، استنى انا عايز اجرب حاجه، نحط واحد هنا واحد هنا اهو، وبعدين عايز نحط في الداك فوق هنا، نحط واحد هنا انتوا بقى تاخدوها في البيت وتلعبوا، واللي شاطر فيكم هيخلي ال 16 بينجوين يبقوا على المركب. وخلونا نقول وريني كده ثانيه واحده اوري الناس حاجه، هديها لك تاني ما تخافيش. دايما واحنا بنشتري هديه او لعبه لازم نتاكد ان عليها علامه الجوده وانها مطابقه للمواصفات العالميه اللي هي EN71، وكل العاب بينجو مطابقه للمواصفات العالميه وعليها علامه الجوده EN71. اتفضلي يا فاطمه. كمان ممكن تتواصلوا مع بينجو من خلال الهوت لاين 19858. كمان ممكن تقدروا تطلبوا اللعب والهدايا من بينجو من خلال bingo.toys. حلو كده؟ مبسوطين؟ انتوا عشان بنات حلوين وصوتكوا حلو، انا كنت مبسوط عشان كده النهارده كان ليكوا كل الهدايا دي. تعالوا بقى ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم، اوكي؟ يلا فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. اربعة شارع شريف، اربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني، ظلمة تغمرني يا ربي. Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
strong, but you need a proof. So her banning on the roof, her beauty in the moonlight overthrew her. الأرض دقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يجري يا إلهي يا إلهي ورحمتني ورزقتني دوما يا ربي قد كنت معي حبيبة حسام وميار أشرف. إيه ده؟ يا مش معقولة كلكم أصواتكم أحلى من بعض، عقدتوني. إزيك؟ أنت عندك كم سنة؟ 16. 16 سنة كام؟ 9. أهلا بيك. وحضرتك؟ أنا عندي 21 سنة. بجد؟ أهلا بيك. سنة كام ولا خلصت؟ ثالثة جامعة. جامعة كلية إيه؟ حقوق إنجلش جامعة عين شمس. مين ميار ومين حبيبة؟ أنا ميار. أنت ميار وأنت حبيبة؟ عايزة تغني حاجة لوحدك؟ لا ما انت مش عارفه. بتحبي مين من المغنيات؟ لا ام كلثوم طبعا. عايزه تغني حاجه لست ام كلثوم؟ ماشي. محضره؟ هو في يلا يلا تعالي جنبي اتفضلي. هتغني ايه بس الاول؟ ممكن لسه فاكر. يلا الكاميرا معاكي. لسه فاكر قلبي يديلك امان ولا فاكر كلمه هتعيد اللي كان ولا نظره توصل الشوق بالحنان. لسه فاكر كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان. الله الله الله. هتغني ايه؟ انت عايز نغني؟ اه هتغني ايه؟ I will survive. يلا I will survive لجلوريا جينر. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Now I spent so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. Oh, you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. Oh, so you felt like dropping in and you expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. And go now, go. Oh, cut the door.
just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who trying to bless me with goodbye? Do you think I'll crumble? Do you think I'll lay down and die? I will survive. الله تحفة. ميرسي يا بناتي حلوين، أشكركم. ميرسي. حطوا بقى إيه المايكات هنا عشان الأغنية الجاية كلكم هتغنوا مع بعض، بس قبل الأغنية الجاية اتفضلوا. بما ان انتوا النهارده معايا كورال صوت مصر بقياده مايسترو زينب ابراهيم، وفي الحقيقه كل الاصوات تم اختيارها بعنايه، كلهم صوتهم احلى من بعض، والنهارده هم عاملين لنا احتفاليه خاصه بطريقه عصريه جدا واغاني غير تقليديه اللي اتغنت بمناسبه مولد النبي. كل سنه وكل الدنيا بخير وسلام وامان، ومولد النبي هيبقى حلو قوي بحلاوه المولد، وحلاوه المولد لما نتكلم عنها يبقى اكيد هنقول اتوال. بما ان احنا عندنا هنا في 4 شارع شريف فرع جديد لاتوال، فانا محضر ليكم كلكم حلاوه المولد. كل واحده فيكم هيكون استاذ احمد ممكن تطلع تفرق عليهم الاكياس، كل واحده فيكم هيكون ليها كيس من اتوال في حلاوه المولد، ميني حلاوه المولد، كلها تشكيله كبيره قوي، قطع صغيره ممكن تدي كل واحده فيهم. كل واحدة هيكون ليها واحدة كيس حلاوة المولد من اتوال، ممكن تخليها في ايدك، عشان حد ياخدها منك، وانت بقى عمالة تاخدي النهاردة في حاجات، اوعي تروحي تبيعي الحاجات دي، انا عارفك مش سهلة. اوكي اتفضل يا استاذ احمد. طيب واحنا كده بنوزع عليكم حلاوة المولد. خلينا بقى النهارده كورال صوت مصر بقياده مايسترو زينب ابراهيم معانا، وخلينا نرحب ب طبعا نادي الاطميه جاردنز والمسؤول الاداري للفريق استاذه ريهام يوسف، وتدريب الكورال مايسترو زينب ابراهيم، واعاده توزيع وتلحين استاذ ابراهيم احمد. ومايسترو زينب اتفضلي، سقفوا لها جامد قوي. تعالي لي ايه الشغل الحلو ده؟ عقدتوني. ايوه طبعا، عشان كده عماله ادي لهم في حاجات حلوه زيهم. تعالي جنبي هنا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام. قولي لي، تعالي اتفضلي، بتنقي البنات على اساس ايه والاصوات على اساس ايه؟ الصوت والكاريزما الاثنين. الصوت والكاريزما، هم كلهم ادائهم حلو، وبعدين انا ملاحظ اغلبيتهم بيحبوا يغنوا للست ام كلثوم، ودي حاجه عظيمه جدا. ده حقيقي. اوكي. طب انت شرفتيني. ميرسي جدا لحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب، ودايما نشوفكم عندنا هنا ان شاء الله باذن الله. 4 شارع شريف. ميرسي. نورتيني. اتفضلي. ميرسي. شكرا ليكي. هنختم دلوقتي مع كورال صوت مصر باغنيه. هتغنوا ايه؟ ماسك حاجتها كده. هتغنوا ايه؟ انت نور الله. انت نور الله؟ جاهزه؟ طيب يلا، قبل بس ما نسمع الأغنية يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهاردة في 4 شارع شريف، كل سنة وكل الدنيا طيبة بمناسبة مولد النبي، ونختم الأغنية دي ونشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس ميعادنا. بكرة عندنا شوطة نورة هيعجبكم قوي إن شاء الله. شكرا لكم، باي باي. مزيكا